ننقل لكم فعاليات مباراة نادي قطر ونادي العربي، إحدى مباريات القمة في الدوري القطري. الدوري السنة دي يتمتع بندية عالية جدا، ما حدش يقدر يحدد مين الفائز أو المهزوم، يعني ما فيش مباراة وان سايد جيم، كل المباريات كلوز جدا. نتمنى تكون إن شاء الله مباراة ممتعة. وبسم الله ضربة البداية والحيازة للعربي خالد لكيفن. حضرتك تذكروا كيفن كان موجود في نادي الغرافة منذ عامين والآن في نادي العربي. ومحاولة من خالد والبنتريشن ولكن مستيل. الكرة مع جيفري، بيحاول يقلبها في السايد وفي الديب مع بابيز، بيلعب 1-on-1، بيستخدم القوة البدنية وقد كان ولكن يخفق. وكرة مع كيفن وبيعمل هجمة مرة تانية للنادي العربي. لعمر سيك في الديب، حلوة جدا ولكن يخفق أيضا، والكرة لسه ما تطلعش، الحكم لسه بيقول له كمل. بيبدأ الهجمة من أول وجديد لنادي قطر. المباراة لسه ما حدش افتتح، وأول 3 بوينت ولكن يخفق، والريباوند من كيفن مرة أخرى. كيفن في محاولة لإحراز أول نقطتين، والبلوك شوت جميلة جدا بتروح لنادي قطر مرة تانية. مرة تانية في محاولة وبيعمل دبل تيم عليه على الديب لبابيز، مرة تانية على التري بوينت، هل تنجح؟ ولكن أيضا لا تأبى هذه الكرة أن تدخل. خالد على الريباوند وبيديها لكيفن في محاولة، هنشوف هيعمل ايه، بيفكر هيعمل ايه. السويتش ولكن غريبة جدا، الكرة بتخش وتطلع مرة تانية، والترانزيشن من نادي قطر. والمحاولة وها هي أخيرا أول نقطتين، أول 2 بوينت في المباراة. بيبدأ الهجمة مرة تانية كيفن لعمر سيك، بيحاول يعمل له سكرين، بيدي لخالد، خالد مرة تانية لكيفن. دفاعات نادي قطر لسه محافظة إلى الآن، وعمر سيك، وأول 2 بوينت للنادي العربي. خمسة وتلاتين مش مكتوب اسمه في نادي قطر، مش عارف اسمه ايه، واتنين وعشرين ده برضه. محاولة مرة تانية من خالد، خالد برايد لكيفن بيطلعها مرة تانية. كيفن لسه بيجرب الميديم شوت وبيحققها فعلا، التقدم لصالح العربي. ولكن بدري جدا ان احنا نقول تقدم او اي حاجه، ده احنا لسه في الدقائق الاولى من المباراه، والمباراه الفريقين حذرين جدا. والثري بوينت، واول ثري بوينت في المباراه بيحققها نادي قطر. كيفن الديفنس مان تو مان، عمر سيك مع بابيز، القوه البدنيه، وها هو يحاول مرة والأخرى ولكن يخفق ويعمل ريباوند بابيز، ويحاول يعمل الترانزيشن ولكن للأسف ميس باس، وبيستحوذ عليها خالد من نادي العربي. بيعمل له سكرين وبيعدي، وهو بنتريشن وعلى الكيك اوت. دبل ووك، الحكم بيحسبها ووك، مخالفة المشي بالكرة. فكر تفكيرين فما قدرش، فكر ان هو يشوت وبعد كده فكر ان هو يعمل فيك ويخش، فكانت اللخبطه وعمل مخالفه المشي بالكره. تبدا الهجمه مره اخرى لنادي قطر مع جيفري في الديب لبابيز وسيك وديفنس، جود ديفنس، والفاول، فاول حاول يعطل الترانزيشن وبيعمل فاول.
واخراج الكره من السايد لاين او الحد الجانبي. الكره لنادي العربي، اول مخالفه لنادي قطر في المباراه. وميس باس حاولوا يربطوا مع بعض، ولكن ما كان في ميس كونكشن او يعني خطا في التواصل مع بعض، فنتجت ان الكوره خرجت ليستحوذ عليها قطر من الحد النهائي. جيفري بيبدا الهجمه مره ثانيه، وايضا نادي العربي مان تو مان. الفريقين عاملين حساب بعض كويس جدا وحقهم، انها فعلا مباراه قمه. ومحاولة البنتريشن و 2 بوينت بشكل جميل جدا يحققها ايفن، لسه ما شفناش منه حاجة إلى الآن، ولكن لسه المباراة تحمل كثير. في صراع القوة البدنية يا جماعة، عمر سيك مع بابيز، مباراة جانبية من نقطة. أول 3 بوينت لنادي العربي من تالا، ولكن إلى الآن السكور قليل جدا، ما يعني المنتظرين اكتر، والميديم شوت وبينجح فيها جيفري. كيفن بيبدا هجمه ثانيه للنادي العربي. كيفن والميديم شوت، رد عليه زي ما انت عملت ميديم شوت انا هروح واعمل نفس الكلام وميديم شوت. المباراه سجال، الفريقين زي ما قلت لحضراتكم كل فريق عامل حسابه كويس جدا للفريق الاخر. والثري بوينت وينجح في تسديدها. كيفن مرة ثانية والفاول وتو شوتس يحسبها الحكم. كيفن وتنفيذ الرميتين الحرتين وينجح في احراز الرميتين الحرتين. احمد محمود من على السايد لاين وبيحاول، والحكم حسبها تو شوت فاول لنادي قطر. لا بعتذر، هو حسب اخراج الكرة من الحد الجانبي. الكرة مع جيفري في محاولة للاختراق، او هيلعب مع بابيز، ولكن بين الكرة مع جيفري والثري بوينت، ولكن يخفق ورباوند وبيحاول مره ثانيه. اوه كان عايز يعملها كيك اوت، ولكن كان لها بالمرصاد تالا وبيخرجها اوتسايد. ارون انتوي والبنتريشن والميديم شوت وينجح في احرازها. كيفن 1 اون 1 وينجح مره اخرى كيفن. جيفري هو اللي بيبدا كل هجمات طبعا نادي قطر، بيعمل هاند اوف مع بابيز، وبابيز بيحاول يعمل سكرين وهي بيخش، ولكن احمد محمود محمد محمود عمر سيك ولكن مش ده اللي ياخد الكره في نص الملعب. واول سلام دانك لنادي قطر وفي المباراه، ولمحاوله اتساع الفرق كيفن والسبين والفاول تو شوت. تاني تو شوت لكيفن، هو عنده متميز في الميديم شوت وال الرمية الحرة. ينجح في الأولى وينال التشجيع من زملائه.
وها هي الثانية أيضا. أبدأ هجمة المباراة كلوز والفريقين حذرين للغاية. جيفري ولكن خالد معه بالمرصاد. صراع قوي جدا ومحاولة للبنتريشن والميديم شوت والبلاي. طبعا عارفين ان النهاردة في غياب مدرب نادي قطر كابتن بنايوتس وبيتابع المباراة من المدرجات، ولكن في القيادة الفنية ايضا مدرب المنتخب، مدرب له ثقل الكابتن سعيد. فهنشوف هيتصرف ازاي النهاردة كابتن سعيد في هذه الظروف. ومحاولة البنتريشن لكن يخفق فيها وكيفن برعونة كده، والسلام دانك من نادي العربي. خالد زي مستاء كده بيقول له مش وقت البساط دي، مش وقت البساط دي، احنا لسه عايزين نخش في الجيم اكتر. ولكن قد كان ويليام لخالد لكيفن هيعوض اللي فات ويخفق. وعمر سيك، عمر سيك، ولكن الريباوند من نادي قطر. دبل تيم عليه، بيطلع ترجع الكرة لجيفري وبيحاول يهدي الملعب عشان يشوف هيعمل ايه. السكرين والكيك اوت ولكن يخفق في الامساك بها احمد محمود. المباراة إلى الآن 20 نادي قطر 15 نادي العربي. وفي آخر الجولة أو الفترة الأولى 53 ثانية على انتهاء الفترة الأولى، والرمية من الحد النهائي مع خالد من النادي العربي بيطلعها التالة فاضي خالص يا جماعة، غفلوا عنه ولكن يخفق فيها وكرة بيحسبها اوتسايد. كان عاوز يطالب بفاول ولكن الحكم يقظ جدا فقال له لا، هي الكرة انت اللي ضاعت منك والكرة فعلا اوتسايد. 40 ثانية على انتهاء الفترة الأولى، ولكن 40 ثانية تعني الكثير في كرة الباسكت. أرون أنتوي زي ما قلت لحضراتكم احنا بقالنا اكتر اكيد من 40 ثانية، هذه كرة السلة الثانية فيها تفرق، الثانية فيها ما بتعديش بالساهل. جيفري لبابيز محاولة استهلاك الوقت خاصة ان هم متقدمين ويطلعوا من الفترة الأولى متقدمين، ده شيء معنويا كويس على الأقل. وينجح في الثري بوينت ويسددها ليتسع الفارق قبل نهاية الفترة الأولى. هيلعب كيفن هيرد عليه لكن يخفق وهي نهاية الفترة الأولى. هنسمع المدربين وهنشوف هيقولوا إيه بلاعبتهم. العربي هيحاول إزاي يعوض الفارق والنادي قطر يحاول أن يخلي أن يجعل الفارق يتسع أكثر وأكثر. اها كلير لير ماشي. طيب الاسماء بقى يعني في 35 ده مش مكتوب هنا اصلا. بص ادي نادي قطر فين 35 مش مكتوب للاسف، هيفصل عندي بس للاسف هيفصل. اهو اي الله يبارك لك الله يصلح حالك. شوف اللي انت عايزه هتفتح لي. لا هو ما عملش عندي. ها طفى. يفتح تاني. اقول لي اخش على ايه طيب؟ على الويب سايت بتاعكم؟ ها.
طب مين دايت ولا بتحط السكر في الاكل؟ بس كويس، انا بحب الدايت. ولا توفير نفقات هو البتاع دي اتخلعت. الميديم شوت وبيطالب فاول، ولكن الحكم لم يحتسبها. كيفن في محاولة اختراق وتومنز بلاي. يا سلام، حلوة 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 حقيقي. تومنز بلاي جميل وبينجح في تسجيل نقطتين للنادي العربي. محمد الأمين هيحاول يشوف مين اللي هيطلع له. بيطلع له جيفري ولكن بينزلها تحت لأنتوني. وكيفن ومحاولة تسجيل نقطتين مؤخرتين، وينجح في النقطتين في التسجيل. جيفري مع الكرة لأنتوني مرتين. جيفري وبينزل تحت لبابيز في الميديم شوت، بيجرب حظه ولكن يخفق. وريباوند من خالد لتالا من السايد، يحاول بنتريشن ولكن جيفري معاه وبالمرصاد. ترجع الكرة لكيفن مرة ثانية. كيفن وبرايد هل هيفرجونا مرة ثانية على التومنز بلاي الجميل اللي حصل؟ هنشوف. وبيسيب الكرة جيفري طبعا ليحصل على الكرة من الحد النهائي. جيفري لينارد ومحمد الأمين. جيفري مرة ثانية. إلى الآن الفريقين محافظين على المان تو مان. وبابيز خرج من كتر المباراة الجانبية ما بينه وما بين سيك، خرج منه يستريح منه شوية ولكن بيخفق في ال 3 بوينت. كيفن و تومنز بلاي وعمر سيك وينجح، لان زي ما قلنا بابيز بعد عنه شويه. والتايم اوت لصالح نادي قطر، لان طبعا زي ما قلت لحضراتكم كان نادي قطر متقدم بفارق 8 نقاط. قدر نادي العربي انه يحصله ويخلي النتيجه 23 نادي قطر 21 نادي العربي. فطلب كابتن سعيد تايم اوت. في رقم 3 في مشكله.
فين بقى جون ده؟ دي قطر باسكت بول فيدريشن. اللي بقى جون ده عشان برضه تابع من الموبايل. عودة مرة تانية بعد الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن سعيد لمحاولة علاج ما حدث، لأن الفارق ابتدى يضيق. محمد الأمين على التري بوينت والدفاع من كيفن بتيجي في الحلقة وبيعمل ريباوند نادي العربي. كيفن لخالد، خالد وهوبا، لكن يا خسارة، كان هيبقى سلام دانك جميل ولكن يطلع يتخبط في سن الحلقة وتخرج بره. محمد الأمين في محاولة الاختراق ورد عليه، يقول له هكذا يكون السلام دانك، هكذا يكون السلام دانك. ومحاولة الكرة، المباراة بدأت سريعة، أخيرا دخلوا في أجواء المباراة وبدأت تكون سريعة ليمتعنا وتمتع جماهيرنا، جماهير كرة السلة القطرية. جيفري بيحاول يهدي الملعب وبيشوف هيعمل إيه، هل هيجي له بابيز يعمل له سكرين زي كل مرة، لكن بيخش منفرد وبيعمل كيك أوت وبيخفق فيها والريباوند يا جماعة طبعا كانت برعونة كبيرة. ومحمد الأمين وخالد برضو يخفق مرة أخرى، وجيفري تذهب الكرة لنادي قطر. جيفري أنتوي والتري بوينت والريباوند من نادي العربي. نشوف قال ايه كابتن سعيد وهينفذوا لاعبي نادي قطر. بابيش بيخرج بره وبيحاول يدي الكره لانتو، انتو في واستخدام القوه وينجح ويحصل على وامو وينال التحيه من زملائه انه سجل الباسكت وحصل على رميه اضافيه. بابيش بالخبرته بقى بيجمع لاعبي نادي قطر وبيقول لهم ان احنا نهدى وان احنا نشوف نكون احسن من كده. ويليام انتوي بينجح في احراز الرميه الحره. ويليام برايد لعمر سيك من النادي العربي. عمر سيك زي ما بابيز طلع بره وابتدى يستلم الكوره، عمر سيك ايضا خرج بره. وويليام برايد مرة تانية لتالا اللي دائما متخفي بيغيب عنه كتير الديفنس اللي معاه، فبينجح ان هو يخطف الكرة. محمد الامين لانتوي لجيفر، بساط لمحاولة ان هم يخترقوا دفاعات نادي العربي والميديم شوت، وبيلم مرة اخرى والحكم بيقول كمل ما فيهاش اي حاجه، والترانزيشن وتلا اوه على البلوك شوت من اعلى نقطه، احد رواد الفضاء محمد الامين من اعلى نقطه بيجيبها. الكره مع جيفري، جيفري والسبين وهنشوف حسبها فاول لصالح نادي قطر. خطا على خالد، الخطأ الأول على خالد. والآن تبديل لنادي العربي وتبديل أيضا لنادي قطر. الميديم شوت وأنتوي، ولكن الريباوند من ويليام. بيقولوا كيفن بسرعة شوية، حاول تسرع الملعب. خالد بيعمل فيك على الثري بوينت وبيعمل بنتريشن، وعمر سيك من الميديم، ولكن الريباوند من اقصرهم ولكن اكثرهم واعلاهم. العمالقه بيطلع يعمل الريباوند. سكرين اللعبه المعتاده لنادي قطر، ونمنتو محمد الامين بقوه بيحقش، ولكن عمر سيك في الريباوند. عمر سيك زي ما قلنا، ولكن ترجع له مرة تانية لمحاولة مصالحته. الكرة عايزة عمر سيك بعد ما أخفق وعمل دريبل كتير خطفوا منه
ويليام أنتوي، ولكن الكرة تخبط في رجل ويليام أنتوي وترجع تاني لعمر سيك، لأن الكرة عايزة إن عمر سيك يسجلها. والسكرين ولكن بيروح الاتجاه العكسي. جود جوب. والتايم أوت لنادي قطر. تاني تايم أوت. النتيجة الآن 30-25.
يسجل النقطتين او يسجل ايا كان يحرز باسكت. زي ما قلت لحضراتكم حتى هو بيكلم محمد الامين كابتن سعيد على لعبه هيعملها وبيسلم الحكم كره لمحمد امين. بتعمل طبعا بريس من النادي العربي بطول الملعب وبابيز لسه محتفظ بالكوره بتوصل لجيفري كده خلاص قدروا ان هم يعدوا بالكوره للجانب وبابيز اهو بيطالب افتحوا الملعب وبنتريشن من ويليام لمحمد الامين والثري بوينت ونجحوا فيها. يبقى كده كابتن سعيد نجح ولاعيبه نادي قطر نفذت اللي قالت عليه واحرزوا الثري بوينت. ومحمد الامين بيقول فعلا فاول عليا ولكن طبعا فاول ذكي لايقاف الترانزيشن اللي حصل ده. سوري بعتذر اللي هو انتوي. و تو شوت لا فاول. هنشوف 8 ثواني 8 ثواني. كرة السلة هي لعبة الثواني لعبة ما يعني ما تقدرش. وعمر شيك بعنترية واه لكن يخفق فيها ومع انتهاء الهجمة كاد ان يحرزها بيلوم حظه ولكن كل تقدير طبعا لنادي قطر لتنفيذه الهجمة بشكل كما ينبغي. شكرا وننتقل الى الفترة الثالثة والرابعة بعد انتهاء المباراة. اسمعوني يا اوباش اسمعوني وانا بعلم لو سيطر على اصحابك. حنفي انا متوتر اصلا فهتهزر هتوترني هشتمك وهتنرفز عليك. Thank you.
اسال مين يا نهار ابيض، يعني كل ده انا قاعد بسقف لوحدي. مش اول طبعا تبقى صعبة، فاهم؟ يا سلام عليك يا رافع معنوياتي. مش في اصلا واي فاي هنا؟ بص يعني شبك لي الواي فاي معاك السيتنج يا باشا، تليفون اخوك. مين ايدك؟ طب انا بس اقول حاجه، بس
يعني حلبي اسمع اول دقيقتين لان كان في خطا للاسف فني ما اتناش على المايك بسمع اول دقيقتين جاب بجد والله ومني شنا ايه بقى شنا شفت الكروات عن تاليب السينما المصرية ايه طب ماشي انا كنت بقول عن تاليب قلت انت عاجبك
هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل في الفترة الثالثة والرابعة وتنفيذ اللاعيبة لتعليمات المدربين والمدير الفنيين. طبعا للتحكيم اليوم الطاقم التحكيمي كابتن جاسم نظر من قطر، حكم اول للمباراه، وكابتن سيف الدوسري من قطر ايضا، وكابتن عصام السايبي من سلطنه عمان. بيطلب كابتن جاسم اللعيبه والصفيره الاولى لتجهيز الخمس لاعبين اللي هيكونوا في الملعب. بيبدأ نادي قطر زي ما احنا شايفين محمد الأمين و أرون أنتوي وجيفري ومعاهم سعيد إبراهيم المالكي وبابيز الدبابة البشرية، هم الخمسة اللي بدأوا لنادي قطر. بابيز بيتكلم معاهم، وعلى الجانب الآخر كيفن وتالا وعمر سيك وخالد، والأخير بيكون ويليام إيرل. الحيازة للنادي العربي، ويليام، ومع بدء الصافرة تبدأ المباراة. هل تمرير لكيفن، وإلى الآن المان تو مان هو سمة الدفاع لنادي قطر. كيفن والباس، وأول محاولة من خالد والكرة حائرة توصل لعمر سيك. عمر سيك والباس وويليام، وأول تو بوينت في الفترة الثالثة. محمد الأمين، محمد الأمين وبيطلب زمايله إن هو ينفذوا اللي قال عليه كابتن سعيد. سعيد إبراهيم المالكي وخطف الكرة، ولكن بابيز بخبرته بيحط جسمه يقدر ياخد الكرة مرة تانية. محمد الأمين والميديم شوت ويخفق فيها، ورباوند من عمر سيك، ومحاولة هجمة سريعة لكيفن والباس وويليام وبلوك شوت، وبيحصل على بلوك شوت تاني مرة تانية، ولكن بتوصل لسعيد والترانزيشن. المباراة بدأت تتسم بالسرعة، وهو ده اللي احنا عايزينه. محمد الأمين لجيفري، جيفري بيعمل سكرين تو مانز بلاي وبيباص، بيعمل كيك اوت لسعيد ابراهيم المالكي، واول محاوله للثري بوينت ويخفق فيها، وكيفن على ريباوند وبيعمل معاه انتوي الفاول. هو كيفن كان رايح للحد الجانبي، ده تاني فاول على انتوي، بيطلعها من الحد النهائي. ويليام هو بيتكلم مع الحكم بيقول له ان احنا عايزينها حتى نكسب بيها ملعب، ولكن الضغط من اول الملعب. سعيد ابراهيم مع كيفن، وكيفن والثري بوينت، الثري بوينت من كيفن. اخيرا بدات تشتغل مع ماكينه الثري بوينت ليجعل النتيجة 34 العربي 38 قطر. محمد الأمين وجيفري في محاولة فردية منه ونجح، وإن هو بيقف في الهواء ويقدر يعمل التو بوينت بمهارة رائعة. كيفن ومعاه سعيد ما بيسيبوش في كل الملعب.
واو، قدر يخطف سعيد كده بسرعه بسرعته مره واحده، تغيير السرعات وبيطلع يحرز التو بوينت. محمد الامين والسكرين المعتاد من بابيز على الثري بوينت والميديم شوت، واو يحصل على فاول. خالد بيقول له انا مجرد رفعت ايدي، ولكن الحكم بيقول له لا هي الكره فاول. يحصل على تو شوتس. طبعا ده ذكاء من جيفري ان هو وهو خلاص يعني عارف ان هو مش هيقدر يسجل، فرمى الكره وحصل على الفاول. لعيبه العربي بتتكلم مع بعض، ويليام في العربي بيقول لخالد والناس نهدى شويه. الرميه الاولى يخفق فيها جيفري، وهنا للتحيه من انتون. على التنفيذ جيفري، وينجح في تحقيق الرميه الحره الثانيه. كيفن بيعمل هجمه سريعه، بيخش بسرعه ولكن بيلحقه سعيد المره دي، مش هيقول له، ما قال له مش كل مره بقى ان انت تخطفني بسرعه كده. بيطلع الكره لخالد على الثري بوينت من بره، وفي الديب، ولكن فاول. هي اتحسبت فاول، يعني الكل نسي عمر سيك، الكل جري بره ونسي عمر سيك تحت في تحت الباسكت. الباصه كانت جميله جدا، ولكن عمر سيك طلع وحصل على الفاول ولم يحصل على التو بوينت. على التنفيذ عمر سيك. يخفق في الرمية الحرة. والرمية الحرة الثانية ينجح في تحقيقها. محمد الأمين بدأ الهجمة وبيعمل سكرين بابيز بالقوة العضلية وميديم شوت، ولكن كانت شكلها مش واصل وفعلا ما وصلتش، ولكن بيعمل يقدر نادي قطر يحقق الريباوند مره ثانيه وبناء هجمه مره اخرى. وست ثواني، خمس ثواني، واو نجح محمد الامين في احراز الثري بوينت. كيفن محتار يعمل ايه لان كل الناس عامله جود ديفنس على اللعيبه. واو في الديب، وفي وسط ما هم بيعملوا الجود ديفنس قدر ويليام يهرب ويشوفوا كيفن في اقل من جزء من ثانيه، ينزلوا الكوره عشان يحقق التو بوينت. محمد الامين والباس في الديب لبابيز، بابيز مره ثانيه لمحمد الامين، بيلعب مع تالا. واو الفاول، الفاول من كابتن جاسم. تو شوتس، تو شوتس. خالد بيتكلم مع الحكم بيقول له لا مش فاول. طبعا خالد لاعب المنتخب القطري، لاعب معروف بخبراته. ده unlike sportsman foul، فهياخد رميه والحيازه من الحد الجانبي. بالفعل الرميه بيحققها. لا هو كان، انا اسف بعتذر، تو شوتس عاديه وقدر ان هو يحقق التو شوت. انا لما شفت لعيبه العرب واقفين بره فانا فكرت ان هو لايك سبورتس مان فاول. تمام، عمر سيك وكره مع خالد في محاوله الاختراق، ولكن الدفاع بابيز مالش زون يعني يا جماعه، والخناقه المعتاده ما بين بابيز وعمر سيك، لكن ينجح فيها بابيز هذه المره، وينجح جيفري
في احراز التو بوينت. يتسع الفارق ما بين نادي قطر ل 48 و 39 نادي العربي، وينجح تالا في تقليل الفارق مره اخرى. ما حدش يقدر يحدد مين اللي يكسب. هذه هي كره السله، الثواني فيها بتقلب المباراه. جيفري لانتوي والتري بوينت، ولكن يخفق فيها، والريباوند من كيفن، وبيستنى زمايله انهم يرجعوا، بيعمل بنتريشن والفاول. الفاول. الجهاز العربي غالبا كان بيطالبه ان هو يخلص الهجمه، لان هو كان لوحده كان يقدر يكمل ويخلص الهجمه، ولكن بيحصل على الفاول من الحد الجانبي. الفاول رقم 2 على سعيد ابراهيم الملكي. اخراج الكره من كيفن من الحد الجانبي لخالد على الثري بوينت، وينجح فيها بخبرته يا جماعه. ثري بوينت، مجرد انه بياخد الكره تيرن وشوت وعلى الثري بوينت. بابيز، والمباراه المعتاده بين بابيز وعمر سيك لمحمد الامين، يحاول يعمل بنتريشن ويخترق فعلا، ولكن كيفن كان مستنيه فوق، وبيعمل بذكاء جدا. بابيز بيعمل بذكاء لان هو كان عارف ان خلاص رايح لوحده خالص، لكن هو الفاول الثالث على بابيز، فطبعا اكيد هيفكر عشان ما يخشش في التراب الفاول ويحط كابتن سعيد في مشكله. انلايك سبورتسمان فاول. الحكم بيطالب اللعيبه ان هم يكونوا بره المنطقه. ينجح في احراز الرمي الحره الثانيه. والحيازه للنادي العربي. كيفن بيطالب لعيبته. تاني مرة يخدع سعيد، تاني مرة يخدع سعيد، ولذلك طلب كابتن سعيد التايم اوت، لأنه تاني مرة يخدع سعيد. هو يعني زي يشاور لزمايله كده إن هو روحوا الناحية التانية، وأول ما راحوا فسعيد اطمن إن هو هيباص أو هيعمل حاجة، راح اخترق لوحده وقدر يسجل النقطتين. لأن الفارق بقى 48 نادي قطر 47 نادي العربي. وكيفن نجح كذا مرة في ان هو يلعب على سعيد، هنشوف هل سيبقى على سعيد. بالفعل هو ما ابقاش على سعيد وخرج، لأنه مش قادر يوقف كيفن. نزل مكانه أحمد محمود، هنشوف هل هتكون نفس مهمته ان هو يوقف كيفن، ولا هيسند المهمة لحد تاني في الملعب. تمام، بيلعب العربي بريس او بيضغط على الكوره. تالا بيضغط على محمد امين، ولكن قدر ان هو يعدي نص الملعب بتاعه. كابتن حاتم مملوك بيطالب بالجود ديفنس من لعيبته، والكيك اوت واحمد محمود. لكن لسه هو مش متيقظ، هو واقف دايس على السايد لاين فاتحسبت اوت سايد. لسه نازل فلسه التركيز مش في احسن حالاته. زي ما قلنا هو اسند المهمه لاحمد محمود بدلا من سعيد، هو عايز يوقف كيفن شويه.
وكيفن بخبرته قدر يلعب على سعيد. وهنشوف هيعمل ايه مع احمد خالد والبنتريشن والتو من سبين. ولكن عمر شيك يا السلام على السبين، واو، ولكن يخفق فيها، حظه كان مش موافق، الكره بتتنطط على الحلقه وبيطلع بابيز يقدر يستحوذ على الكره. بيطالبوا هو ده بيطالبوا بالثمان ثواني، وفعلا نجحوا فيها النادي العربي، ده نجاح لدفاعات النادي العربي. كيفن على التنفيذ، والنادي العربي مضايق المساحات، ومره واحده يعني بيطلع بره بيلعب اوت. مفيش ربط ما بين خالد وعمر سيك، وبيحاول يطلع جيفري لكن الكرة بتهرب من ايده، والحكم بيقول ما فيهاش فاول ولا اي حاجه، انت الكره هربت من ايدك، وبنلعب عليه كره اوتسايد. بيطالب كابتن حاتم لعبته بان هم يكونوا اسرع. كيفن والميديم شوت، ولكن ريباوند من احمد محمود، يخفق فيها كيفن. جيفري هنشوف السكرين المعتاد من بابيز، الكتلة البشرية، وانتوي في مخدعة، ومحمد الامين بيحارب عليها جيفري وبيقول له دي خبطت في عمر سيك قبل ما تخرج، ولكن الحكم بيقول له لا انت اللي خرجتها. اخر دقيقتين 43 ثانيه في الفتره الثالثه، والفارق 48 نادي قطر 47 نادي العربي. كيفن لخالد ودي جود ديفنس، ولكن كيفن يصلح ما اخطا فيه خالد، والتالا والثري بوينت، واول تقدم منذ فتره النادي العربي، والعربي يعمل الكامباك الريمونتادا لنادي العربي. جيفري ابتدى اعصاب لعيبه قطر ما تكونش متماسكه، لان هم ابتدوا يعملوا الكامباك من النادي العربي، ونجحوا فيها بالفعل، ولكن طبعا احنا عارفين اعزائي المستمعين والمشاهدين ان لسه في كتير جدا في هذه المباراه، لسه اصلا ما حدش يقدر يحكم لحد دلوقتي خالص. العشر ثواني والميديم شوت وريباوند وفاول، فاول انتوي، الفاول الثالث. كابتن سعيد بيبص للوحه كده وبيشوف كم فاول وبيعيد حساباته، يا ترى هيعمل ايه؟ وبيكلم مع الجهاز كده هنعمل ايه في قصه الفاولات. بابيس 3 فاول، وانتوي 3 فاول. الرميتين والتنفيذ لخالد ينجح في الرميه الاولى، هو حتى لما عمل الفاول عمله مع خالد، واحد متميز في الرميات الحره. ويخفق في الثانيه ودخل، هو بيقول هو دخل يعني يعمل ريباوند. بابيز وهجمة عنترية وينجح فيها بابيز، دخل بفردية عنترية ولكن نجح فيها ليقلل الفارق 50-51 لنادي العربي. عمر سيك خرج بره عشان يهرب من بابيز شوية أو يريح من الخناقة اللي دايرة بينهم، وتالا والريتليب، ولكن يخفق وترى مرة ثانية في الفولو، والكرة حائرة وخناقة تحت، ينجح أحمد محمود في الآخر في أنه هو يحصل على الكرة لجيفري. جيفري هيشوف هيعمل إيه، شوت الثري بوينت، ينجح فيها، ريح نفسه وريح فرقته بالثري بوينت، و
53-51 لنادي قطر. كيفن عايز يعملها زي ما عمل في احمد محمود، ولكن يعمل ميس باس، وجيفري يعمل كيك اوت لاحمد مره ثانيه، وفاول على تلا. انتوي لجيفري، هو يعني مهندس وخبير العمليات كله في النادي قطر. السكرين والتو مينز بلاي، ولكن ما عملهاش. يطلع كيك اوت لاحمد محمود وبيحاول يجرب حظه ولكن ما بيجيش. كيفن من اعلى نقطه والباس لعمر سيك، حصل على الفاول والوان مور بخبرته وبينجح في احراز التو بوينت وفي انتظار الرميه الاضافيه. خبرة طبعا عمر سيك ان هو يقدر يحصل على الفاول وهو بيحرز التو بوينت. وانضم الان محمد الامين، 3 فاول ايضا في نادي قطر. على التنفيذ عمر سيك، وفي تبديل هيعمله النادي العربي، هينزل الحاج علي صالح. هنشوف مكان مين، مكان خالد. نشوف ايه المهمة المكلف فيها. طبعا هو بيحاول يريح طبعا برضو خالد شوية. ومنادات محمد الامين، هننفذ 3، هنشوف 3 دي ايه. السكرين من بابيز لجيفري عشان يطلع على الثري بوينت. واو، والكروس اوفر، ولكن تلا من اعلى نقطة لويليام. ويليام هيعمل ايه؟ بابيز كان له بالمرصاد، حب يطلع، لا بابيز فوق، راح نزل وعايز يعمل باس، لا برضه مرة ثانية بابيز معاه. رجع تاني خالد كابتن حاتم مملوك مكان الحاج علي صالح. يعني مجرد ده يعني تحس انها تغييره هاند بول، مجرد الراجل راح الملعب ورجع مره تانية، فاكيد في حاجه عايز يعملها في الثلاث ثواني دي. خالد خالد عشان نازل يشوط ولكن يعني يخفق، فحظه ما كانش كويس. انتهاء الفتره الثالثه والنتيجه 54 العربي، 53 نادي قطر. المباراة لسه تحمل الكثير. تعليمات المدربين هنشوفها، وتنفيذ اللعيبة طبعا هو اللي هيفرق. كوتش بانايوتس قاعد بيتابع المباراة من المدرجات اهو، يعني حتى بيحاول يدي تعليمات لجيفري شوية، بيقول له خش انسايد، العب انسايد اكتر. ولكن القيادة الفنية النهارده طبعا كل الاحترام لكابتن سعيد مدرب المنتخب القطري للناشئين.
عودة مرة ثانية للفترة الرابعة والحيازة لنادي قطر. هو بيطالبوا عمال النظافة، لأن في واضح إن في حاجة طبعا حفظا لسلامة اللعيبة، دي حاجة مهمة جدا يعني. لأن ممكن يعني لو حاجة بسيطة، نقطة مية بسيطة، ممكن تتسبب في إصابة لعيب، ربنا يحفظهم جميعا. الكرة مع نادي قطر وبداية الفترة الرابعة، وجيفري البابيز في محاولة للاختراق، محمد الأمين عايز يلعب انسايد زي ما قلت، ولكن تهرب الكرة من بابيز ويستحوذ عليها خالد في بناء هجمة النادي العربي. كيفن لعمر شيك لخالد، خالد بنتريشن والميديان، هو خالد يا جماعة بخبرته الطويلة في الملاعب قدر يحقق التو بوينت، قدر ان هو يوقف ويحقق التو بوينت. ديفنس للنادي العربي ومحاولة للمشجعين ان هم يساندوا النادي العربي. محمد بابيز هرب منه عمر سيك واستغلها، و الباس جود باس لانتوي اللي بيطلع بيقبل الهدية بصدر الرحب وبيطلع يسجل 2 بوينت عشان النتيجة تبقى 55-56. كيفن على التنفيذ، والحق علي والفاول. تو شوتس، أربعة فاول بابيز، أكيد دي مشكلة. هما طبعا هيحاولوا يعني، النادي العربي هيحاول لو الكابتن سعيد أبقى عليه، هو أكيد هيبقى عليه، هيحاول يلعب عليه، دي طبعا هتكون ثغرة إن هو مش هيحاول. إحنا لسه الدقيقة 8:42 ثانية وهو عمل أربعة فاول. طيب ينجح في الرميتين الحرتين خالد، ويبدا الهجمه محمد الامين لجيفري، بيستنى عشان ينفذوا اللي هيعملوه، بينزل انسايد لبابيز. بابيز قوه بشريه يا جماعه ما شاء الله عليه، والثري بوينت من جيفري ينجح فيها ليعدل الكفه ويصبح النتيجه تعادل. زي ما قلت لحضراتكم هو هيعمل تغيير كابتن سعيد، لان بابيز اربعه فاول يخاف ان هو يخسره من دلوقتي، فيحاول يريحه شويه بحيث ان هو يبقي على بابيز. تالا بيحاول يرد على جيفري ولكن لم ينجح، تعود الكره وال 14 ثانيه تتجدد مره ثانيه من خالد لعمر سيك لوحده خالص. طبعا بابيز مش هيحاول يعني يدفع، هيخاف ان هو يعمل الفاول الخامس ويطلع بره، عشان كده قلت لكم هيلعب عليه عمر سيك. بابيز هيكون الان مباراه جانبيه بين محمد الامين وويليام، باصة برعونة يحصل عليها خالد، ولكن الكره تخش جوه الحلقه وتأبى تخرج مره اخرى. احمد محمود على التنفيذ، خد وقته وشاط ولكن للاسف لم ينجح فيها، والتغيير هنشوف هيغير مين كابتن سعيد. اكيد طبعا بابيز هو هيخاف عليه طبعا من الفاول الخامس. بينزل اللاعب كيفن دارنل، بيستلم اول كره ليه في المباراه، هنشوف هيتعامل ازاي مع الدبابه البشريه سيك، وعمل نفس اللي بيعمله بابيز، السكرين والبنتريشن من كيفن، ولكن الحكم بيحسبها فاول. الفاول الرابع ايضا لخالد،
بينزل بيبدله على طول كابتن حاتم مملوك من غير ما يفكر، حاجة مش محتاجة طبعا تفكير، فبيبدله بالحاج علي صالح وبينزل مكانه. والفيك والميديم شوت، الله عمل فيك وطلع وقف في الهواء وميديم شوت بيحرز منها نقطتين. المباراة فعلا ساخنة فعلا، يعني الفرق نقطتين ويرجع التعادل ويرجع مرة تانية الفرق يتسع، ولكن يأبو كل فرقة. رد عليه بالثري بوينت تالا، رد عليه بالثري بوينت. جيفري على القيادة. فيك جميل جدا، بياخد فيه وبيروح للكرة تاني. جيفري بيحاول يحصل على فاول ولكن مفيش، بيبص للحكم كده وحصل ازاي ما ادتنيش فاول، ولكن الكرة مع كيفن. كيفن بسرعته بيطلع لتالا، تالا على 3 بوينت وتاني 3 بوينت، تاني 3 بوينت 66-60 نادي العربي. تالا صاحب اخر ثلاثيتين هم الفرق بين نادي العربي ونادي قطر. الميديم شوت ومحمد الامين ينجح في احرازها. تالا صاحب اللقطتين اللي فاتوا، التو ثري بوينت اللي فاتوا. كيفن بيجرب بيقول اشمعنى انا، ولكن ما بينجحش. يطلع ويليام من اعلى نقطه بدون ادنى دفاع من نادي قطر. يعني كيفن اللي نزل لسه برضه ما صحيش، ولكن هو بيعمل فاول معاه. فعلا الفاول الاول لكيفن. ويليام بينجح في الرميه الاولى. كده كل فرقه عندها نجم من نجومها قاعد بره. قطر بابيز طبعا وقدره وقيمته موجوده في الملعب في الانسايد، وخالد بخبرته المعروفه موجوده في نادي العربي. فدي هي دي الحسابات بقى اللي يحسبها المدربين هيغطي عليها ازاي. هنشوف هيتعاملوا ازاي مع الموقف ده. والفيد اواي والميديم شوت والجود شوت والتو بوينت من محمد الامين. تالا تالا، هل هينفذ رميه ثلاثيه ثالثه تبقى ورا بعض تبقى حاجه خطيره جدا. كيفن والحاج علي الصالح يعمل الفولو الجميل بعد كره كيفن اللي عدت من فوق الباسكت ويحرز النقطتين. محمد الامين، محمد الامين، المباراه تزداد حماس والبنتريشن، وهو هو عنتر الكره السله القطريه في نادي قطر. دخل بفدائيه وبيحرز التو بوينت. كيفن والكروس اوفر، واو، ولكن يخسر. عمر سيك يقول له ما تقلقش انا وراك، ان اخطات فكلنا فريق واحد، انا معاك وفي ظهرك. والتايم اوت بيطلبه نادي قطر. 72-66 لصالح النادي العربي. بعد ما كان قطر، هي دي كرة السلة يا جماعة، بعد ما كان قطر متسيد اغلب الجيم قدر ان العربي يعمل الكامباك، ومن ساعتها هو ليد على المباراة. هنشوف هيتعامل ازاي كوتش سعيد والتايم اوت اللي طلبه في هذا الموقف. كابتن آصف وإعطاء دفعة معنوية كده لأحمد وهو نازل، بيقول له أنت عندك أكتر من كده، لسه عايزين نشوف منك حاجات أكتر من كده.
الكرة لنادي قطر والبريس من العربي بطول الملعب بيحاول يقطفوا جفري ويحاول يجري منه ولكن بيلحقوا ويليام مرة تانية بيرجع يلعب سيت بلاي السكرين ولكن المرة دي من أحمد بابيز نزل الملعب وطلع كيفن مرة تانية والفاول من الحاج علي صالح بس طبعا ده أول فاول للحاج علي صالح فالدنيا بالنسبة له أهدى شوية بيتفقوا نادي قطر مع بعض بابيز ورفاقه هيعملوا ايه في الاوتسايد ده احمد محمود على السايد الثاني بينتظر الكوره بيقول له انا عايز الكوره ولكن محمد الامين بيقول له سامحني المره دي انا اللي هخلصها لان الكوره نازله لي في الديب زي ما اتفقنا وهي دي بتاعتي فانا اللي هخلصها تالا في بدء هجوم مره اخرى لعمر سيك كيفن والثري بوينت ولكن اير بول تعمل تيرن اوفر لصالح نادي قطر ودبل سكرين من انتوي توصل الكره لانتوي احمد محمود في الكيك اوت دفاع راجل وعمر سيك واقف بيقول لهم انا هنا ما حدش هيخش ولكن محمد الامين زي ما قلت لكم عمر سيك من اعلى نقطه عمر سيك يعني اللعيبه الطوال بتبقى صعب الدريبل بطول الملعب فلازم يعني تخلص من الكوره بشكل اسرع كيفن بيطلب لعيبته ان هي تفضي له السايد عشان يقدر يخش منه كيفن مره ثانيه كيفن مصر وعمر سيك والفاول على نادي قطر انتو يعمل فاول أنا ما أظن ده الفاول الرابع كمان لأنتو. زي ما قلت لحضراتكم فعلا الفاول الرابع. التراب الفاول لكن دقيقتين 44 ثانية هنشوف برضه كابتن سعيد إيه فكره في التعامل مع هذه المشكلة. عنده بابيز 4 فاول انتوي 4 فاول ينجح في احراز الرميه الاولى عمر سيك بينال التحيه من زملائه على البنش والرميه الحره الثانيه ينجح فيها ايضا 74 68 فارق 6 نقاط لصالح العربي وجيفري وبابيز بيقول لهم انا موجود برضو في الديفنس مش هكون قد كده ولكن في الاوفنس ويحصل على الفاول على ويليام ولا خالد هنشوف ويليام ده الفاول الاولاني ليه هما كانوا خايفين ان خالد يبقى 5 فاول طبعا هتبقى مشكله التايم اوت مره ثانيه لصالح نادي قطر كابتن سعيد بيوت التايم اوت لمحاولة اللحاق بالعربي واللحاق بالمباراة في مشاورة فنية كده مع كوتش آصف وكوتش جورج هنعمل ايه وعلى الجانب الاخر الكابتن حاتم مملوك لعبة الثواني وده الميزة السنة دي في الدوري ان الاخر ثانية انت مش عارف مين اللي كسبان في مباريات كتيرة الدوري السنة دي فعلا ممتع يعني ما تقدرش تحدد وحتى لو فريق في فارق مع الفريق اللي بيلعب معاه من ناحية القوة ومن ناحية الاعداد ولكن المباراة بتطلع كلوز بتخلص في اخر 10-5 ثواني ما بتبقاش عارف فدي حاجة ممتعة جدا لعبة الأعصاب هنشوف خالد بينده لعمر وبيديله بعض الإرشادات كده بيتفق معاه على حاجة هيعملها هو وعمر سيك خلاص اتفقوا هنشوف هيحصل ايه
ونرجع الفاول كان على ويليام لجيفري. جيفري على التنفيذ في الرمية الحرة الأولى. وينجح فيها. ليتس جو جايز، كابتن آصف بيشجع فرقته. ويخفق وويليام في ريباوند لكيفن على طول، لكن كيفن بيهدي الملعب بيقول لهم احنا لازم ننفذ اللي قال لنا عليه كابتن حاتم مملوك. خالد في البنتريشن والفيد اواي، وهي في التو بوينت. اذا عمل الفيد اواي فهي التو بوينت، لا محاله بالنسبه لخالد. جيفري في محاوله للاختراق، جيفري والفيك بيرجع مره ثانيه محمد الامين، ولكن تالا بيطالبوا بفاول، بيطالبوا بفاول. كابتن حاتم مملوك بيقول ازاي الكره دي مش فاول. في جانب للمشاوره كده، تالا يشوفها حكم المباراه عشان يقدر يدي الحكم الصحيح. تقنيه الفار ولكن في الباسكت مش في الكوره المره دي. نشوف قرار الحكم هيكون ايه. فعلا حسبها فاول، فعلا حسبها فاول فعلا. هو يعني خلاص بعد ما كانت الكره خرجت من ايده، هو يعني زي زق او سند على اللعيب. الكره مع جيفري، جيفري في الاختراق ومن اعلى نقطه بالريتش ليب، ولكن يخفق فيها. الحيازه لصالح النادي العربي، اوت سايد على جيفري. دقيقه 48 ثانيه، 76 العربي 69 قطر. البريس بطول الملعب. انتو خالد، خالد يا سلام على اليورو ستيب، ولكن طلع كيك اوت. يا راجل بعد ما عملت اليورو ستيب كنت لوحدك خالص، المفروض كنت تسجلها، ولكن هو عمل كيك اوت. عايز يستغل وقت، ممكن ما فعلا بيستهلكوا الوقت. اربع ثواني، ثانيتين بيجدد زمن ل 14 ثانيه، ولكن الحيازه والريباوند لنادي قطر. محمد الامين فاول. خالد بيخرج الفاول الخامس، بيغادر خالد في اخر دقيقة و17 ثانية. طبعا وجود لاعب زي خالد في الملعب كان يفرق لكابتن حاتم مملوك ويريح كابتن سعيد انه خرج. فهيلعب ازاي عليها؟ ولكن اللي نزل برضه الحاج علي صالح لاعب برضه مش قليل. جيفري واو الديفنس من كيفن. واو الفاول، الفاول عمل فاول لما الكرة خرجت من ايده وعمل فاول. الفاول الرابع لمحمد الامين. كيفن على التنفيذ و ويليام والكيك اوت لتالا والثري بوينت. تدخل جوه الحلقه وتطلع مره ثانيه في الريباوند انتون. و يحسب فاول، يحتسب فاول لصالح انتوي على الحاج علي صالح. بيشجعوا كيفن زميله بيقول له خلاص خلاص، ايوه هي فاول لكن قوم خلاص عايزين نكسب المباراه دي. تاني فاول على الحاج علي صالح. يخفق. وبيسجل الثانيه.
أونلاين سبورتسمان فاول. إذن الحيازة لنادي قطر. أحمد محمود لجيفري. لا. محمد الأمين بيشوط ولكن الريباوند من بابيز اللي غايب بقاله فترة ما قلناش اسمه. وتاني مرة تاني مرة محمد الأمين يطلع يشوط وكيفن يعمل له بلوك وهو بيشوط. ريباوند من كيفن لويليام لتالا. ستة وسبعين سبعين ستة وسبعين 12 ثانية 11 طبعا هيحتفظ بالكورة. كده نقدر نقول مبروك لنادي العربي وهارد لك جود جيم فعلا من نادي قطر، ولكن الكامباك كانت قوية جدا وقدروا يحافظوا على الفارق نادي العربي. أعزائي المستمعين سعدت بحضراتكم، أتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. شكرا.